أعزائي المشاهدين، أرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجنا هلم نتحاجج. أشكركم على متابعتكم لنا وعلى كل مداخلاتكم اللي بتعملوها معنا، وأشجعكم أنكم تستمروا في إرسال أي مداخلات أو ملاحظات أو أسئلة، وأوعدكم بأننا بنعمل جهدنا أننا نقرأ كل واحدة من هذه الأسئلة الحلوة جدا اللي بترسلونها هي، وبمشيئة الرب أنا بنفسي أحيانا كمان أحاول أني أنا أتجاوب معاكم، بالإضافة للفريق اللي بيتابع معانا أيضا، على أساس نضمن أنه أسئلتكم يعني دائما نديها فائق العناية ونهتم بأنها بنتابعها وبنجاوب عليها واحدة واحدة. في الحلقات اللي مضت هذه في السلسلة اللي بتتعلق في صلب المسيح، واللي حنستمر فيها اليوم وفي الأسابيع القادمة، لأنه موضوع شيق وفي نفس الوقت موضوع عميق جدا، ومبنية أيضا هذه السلسلة على الحلقة اللي سويناها، الحلقة الخاصة سويناها حيا على الهواء، لو تابعتوها معنا، على أساس أن أنا أبغى أطرح من خلال هذه السلسلة كل الأدلة والشواهد اللي موجودة عندنا لإثبات بأنه فعلا صلب المسيح هذه حقيقة ما هي بخيال، ونشوف ليش إيماننا بهذه العقيدة مهم جدا جدا بسبب هذه الشواهد اللي موجودة ومتوفرة لنا، ولأي واحد إنه يقدر يشوفها بنفسه ويروح يتحقق منها بنفسه. ففي الحلقات السابقة تكلمنا مثلا عن أدلة خارجية من ناحية كتابات تاريخية أو من التلمود نفسه، أو من أدلة داخلية من العهد القديم والنبوات التي تحققت على لما انصلب المسيح. والمرة دي راح نستشهد أيضا بالمسيح بنفسه، مهمته كانت الأساسية لما جاء على الأرض هو أنه تكون مهمته هي فداء الخطاة. فمثلا لما نقرأ في الأناجيل نشوف أن المسيح أكثر من مرة ذكر أتنبأ عن اللي حيحصل له، بأنه حينقبض عليه، وأنه راح يسلم لرؤساء الكهنة وللفريسيين، وأنهم راح يتهموه وراح يسلموه للأمم اللي هم الرومان، والرومان هم اللي راح يجلدوه وراح يصلبوه وما إلى ذلك. تقرأ عنها مثلا في متى إصحاح 16 وفي متى إصحاح 17. المسيح أكثر من مرة عاد اللي حيحصل له. ومثلا نشوف أن المسيح تحدث عن صلبه في مناسبات كثيرة، فمنها مثلا نشوف في يوحنا الإصحاح الثاني من آية 18-22 يقول: قال المسيح اليهود انقضوا هذا الهيكل، يتكلم عن جسده هو، انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. يعني في اليوم الثالث بعد ما تقتلوا هذا الهيكل، لأنه الجسد الكتاب المقدس يعلم أن جسدنا هو هيكل للروح القدس، لما تقتلوه لح أنا أقيمه، قال من الأموات في اليوم الثالث. فهم افتكروه بيتكلم عن الهيكل اللي هو المبنى نفسه يعني. فقالوا له، فقال اليهود: في 46 سنة بني الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ فكانوا مستغربين، يعني إيش الكلام هذا اللي بيقولوا لنا 46 سنة بنبني في ذا المبنى اللي هو المعبد أو الهيكل، جاي أنت تقول لي في 3 أيام لو انهد يعني رح ترجعه؟ طبعا رب المجد يقدر يسوي ذا الشيء طبعا، بس هو بالذات كان بيتكلم عن جسده هو، والدليل في الآية ويقول لك: وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده، فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. مهم جدا زي ما تشايف، المسيح بيقول هذه الأشياء لهدف، على أساس اللي سمعوه لما تتحقق هذه الأشياء يتصدقوا الآن أنه فعلا هذا حصل، وكلامه اللي قاله كان صحيح، والنبوة اللي هو نفسه تنبأ عن نفسه حصلت، فالناس صاروا يآمنوا. وعلشان كده اللي يسميهم في الإسلام الحواريين اللي هم تلاميذ المسيح كلهم راحوا يكرزوا بهذه البشارة السارة عن موت المسيح وفدائه الكفاري على الصليب وموته ودفنه وقيامه من الأموات، عشان يدينا نحن حياة أبدية. وكلهم ماتوا وعانوا بسبب هذه البشارة، لو ما شافوها وما كانوا مؤمنين بها ما كانوا راحوا وكرزوا فيها. ومرة ثانية المسيح أيضا قال لتلاميذه: ها نحن نصعد إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة. إيش يحصل لما يسلم؟ فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم. مين هم الأمم؟ اللي هم الرومان، لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. نقرأ هذه مثلا في متى الإصحاح 20 من آية 18-19. والغريب أن المسيح أدى لهم بالتفصيل، يعني الأشياء اللي هتحصل له فعلا. لو تروح تقرأ هذه الإصحاحات في متى، تقرأ مثلا من 19 إلين آخر الإنجيل، إنجيل متى إصحاح 28، تبدأ تشوف فعلا اليهود خصوصا رؤساء الكهنة والفريسيين اللي هم الرؤساء الدينيين كانوا يعني مقهورين منه مرة إنه بيعلم تعاليم ضد تعاليمهم هم. الشيء الثاني فعلا لما خلاص ما هم قادرين يتخلصوا منه، في النهاية استخدموا يهوذا الإسخريوطي إنه هو يحتال على المسيح، انه يروح ويسلم على المسيح ويعرفهم به، فهو يروح يقبضوا عليه. فقبضوا عليه لما انغدر به يهوذا الاسخريوط، والمسيح كان عارف ده الشيء طبعا، يعني مو شيء كان مستغرب له. وقبضوا عليه وفعلا جابوه وحاكموه اكثر من مره في ذيك الليله قبل الصلب، واتهموه اتهامات كثيره، وهو معظم الوقت ما رد عليهم إلا مرة ومرتين جاوب على أسئلة مهمة جدا سألوه عن هل هو يعتبر نفسه المسيح أو ابن الله، وجاوبهم بالإيجاب نعم إنه هو كان، لكن ما عجبهم طبعا الكلام اللي سمعوه منه. وفي النهاية صاروا يهزأوا به ويتريقوا عليه وسلموه للأمم، عشان ما في يدهم هم كيهود يعني تحت الحكم الروماني أي سلطة على إنهم يصلبوه، فحبوا إنه ينصلب، فقاموا سلموه للرومان وادعوا انه هو بيسوي ثوره سياسيه، علشان كده الحكم يكون عليه بالصلب، لانه الرومان طبعا ما يحبوا اي احد يسوي ثوره سياسيه، لكن لو اليهود هم اللي كانوا حينفذوا فيه الحكم مثلا حيكون رجم، لكن طبعا ما حيقدروا يسوي اي شيء زي كده تحت الحكم الروماني، فاضطروا يسلموه للحكومه الرومانيه. وبيلاطس البنطي اللي هو كان حاكم الروماني في ذاك الوقت هو اللي نفذ هذا الحكم فيه، فقام سلموا للجنود، الجنود أخذوه وجلدوه، صاروا يتريقوا على المسيح برضه، وفي النهاية أخذوه وصلبوه، ومات المسيح واندفن المسيح، وقام المسيح في اليوم الثالث اللي هو يوم الأحد في الصباح بالضبط زي ما ذكر المسيح. وفي نفس الوقت نلاحظ مو بس المسيح بنفسه في شهاداته في الأناجيل، حتى الأناجيل كلها الأربعة اللي هم الشهود الأربعة عن المسيح وعن عمل المسيح وعن حياة المسيح، تلاحظ إنهم كرسوا جزء كبير جدا جدا من كتاباتهم في هذه الأناجيل عن الصلب. فمثلا في إنجيل يوحنا نلاحظ أنه ثلث الإنجيل، الثلث الأخير أو تقريبا يمكن النص الأخير مركز تماما على صلب المسيح. في الأناجيل الثانية اللي هي لوقا ومتى ومرقس برضو تقريبا الثلث الأخير فيها برضو بيركز كثير على موضوع صلب المسيح وعلى تنبؤات المسيح بنفسه عن الصلب اللي هيحصل له وعن موته وعن قيامته في اليوم الثالث. فخلينا نسأل نفسنا هذا السؤال، يعني ليش المسيح وليش الأناجيل وهذول الشهود وشهود عيان آخرين كانوا كلهم بيثبتوا الكلام اللي علمنا هو المسيح بنفسه عن صلبه وقيامته، وليش ركزوا كثير على هذه العملية اللي تمت لو ما كانت فعلا تاريخيا وقعت، ولو ما كانت فعلا مهمة جدا لعقيدتنا احنا والإيماننا نحن؟ لأنه فعلا عمل المسيح الكفاري بفضله نحن لو آمنا بالمسيح يحصل لنا خلاص، وعشان كده هي تعتبر النعمة المجانية، لأنه المسيح مات فداء لنا مجانا من غير ما احنا نسوي اي شيء، وبناء على موته هذا وفدائه لنا لو آمنا بهذه النعمة وبهذا العمل لح ننجو من نار جهنم ومن العذاب ومن الدينونة، ولح يكون لنا حياة أبدية مع المسيح. أتمنى تكونوا مستمتعين بهذه السلسلة. في الحلقة الجاية إن شاء الله نكمل في هذا الموضوع المهم اللي هو عن صلب المسيح. إلى أن نلتقي في المرة القادمة، الرب يبارككم ويكون معكم.